66 لتأسيس الأمن الوطني. اليوم كنقولوا الرجالات الأمن. نتمنوا لكم طول العمر والصحة والسلامة ومزيدا من العطاء والتقدم، وأن أي مجهود كتعطيوه داخل هذه المدينة العلمية ولا داخل المملكة المغربية أولا يعني واجب وطني، ولكن قبل منها يعني أنتم كتعتبروا يعني كديروا واحد الأجر عظيم عند الله، لأنكم كتحميوا الإنسان لله سبحانه وتعالى أعطاه واحد القيمة واحد المكانة يعني باش تحقق واحد الأمن واحد الإنسان وتعرض نفسك للخطر. فيعني أنت بطل، أنت رجل، أنت شجاع، وهذا الشيء ما عطاش الله سبحانه وتعالى لأي كان، عطاه للمؤمن القوي. المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف. تحية لرجالات الأمن ديالنا دي مدينة فاس كلها، حنا كنفتخروا بكم، حنا كنحبوكم، حنا كنقول لكم الله يحفظكم.